السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رافع معكم، جيت أزور كما يقولوا بونسوار ولا بونجور، جيت ندير واحد لا فيديو صغيرة برك هكذا باش نريبوندي لواحد يدير لي كومونتير هكذايا باش نوري له باللي إنسان على كل حال جاهل، يعني يدخل في حرب وهو ما عندوش سلاح، كما يقولوا ما يشالي في يوم الحرب غير من كان معلم. هذا يسموه ليسما 31 ويهضر 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 ويدير روحو يعرف كلش وهو ما يقراش كامل، ما يقراش صافي دير جاهل من ينسب فيه جاهل صافي اللي كاس ثاني نيورو، ما يقراش ما يقراش كتابات، ما يطالعش، ما يقراش لي جورنو، يسي با سكي سباس اوتور دو لوي. شغل يونجي واه يدير يعبزر على ودنيه يسجل المخ ديالو من بعد يعبزر على نيفو يحبس كيفاش، ومن بعد يديكلونشي واه يبدا يهضر يهضر يهضر، وربي يقول لك عطاك جوج ودنين وفم واحد باش تسمع بزاف وتهضر شويه، بصح هو يضل يهضر. دونك نقول لكم واش علاش ندير الفيديو هذه، باسكو دار حوار مع واحد في شي ماباج انا هذيك تاع الغوفرنمون سيريان اللي دار لهم غوفرنمون في مراكش، يقول له جيب لي واحد الحاجه على الشروق، الاخر قال له يا ودي الشروق كذابين، بدا يضحك قال له ها 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 الشروق كذابين، كيفاش كذابين الشروق غير انتم اللي عندكم الحق، اما دوك نوري لك انا ا بلس بي بلي الشروق كذابين هكذايا، ولا عالم الدين تاعكم مشهور كذاب واحد فيهم يكذب اون دي دو، ولا عالم الدين ياكم قدسين ونوريكم شكون يهضر ولا الشروق هكذا باش نعرفوا شكون اللي راهو جاهل وشكون اللي لا. ومادا بك يعني مول الفيديو هذه استعرف وما جيش تدخل بالحوار باسكو ما عندكش سلاح وما عندكش كيما يقولوا مستوى باش تقدر تهضر في حوار كيما هذا، جاب لي ربي. دونك نقول لك هذا سنارتيك حطوه الشروق، شروق اليومي داروا ان ارتيك على صدام حسين نهار عيد الاضحى، عندها مده على كل حال وجدت الفيديو هذا قلت بصح يجي نهار ونوريها لهم، وها جا النهار بدات لي تسمى باش نوريها لكم وتشوفوا الكذب تاع الشروق وتشوفوا كيفاش يحرضوا بين المسلمين كيفاش يقول لك باللي الشيعه ماشي ملاح وكذا. شوفوا مليح يقول لك في التيت هذا المسلمون يتذكرون اعدام صدام في عيد الاضحى، يقول لك على وقع قصيده، على وقع قصيده في شعر من أنامل الداعية الإسلامية الشهير عائد القرني في مرئية على روح صدام حسين، يقول بيتها الأول الله أكبر يا صلدا به شمخت شمخت نفوسنا عزة من وجهك اقتبست، صعب دير حاجة صدام حسين يقول عليها. وما الشروق اليوم يقول لك باللي صد هذا باش يعطي كيما يقول لك لا كونفيرماسيون باللي عندهم الحق شنو ما يهضروا على صدام حسين وعلى الشيعة، يقول لك صعب دير يستدل ويدير لابروف باللي عالم دين سامي كبير شهير معاهم، يسمى يدون كيما يقولوا لابوي تاع عالم تاع دين كبير باش يقول لك باللي عندنا الحق شنو نديرو. اسمع مليح يقول لك نفوسنا عزة وكذا من هيك، احتفل بعض الاوفياء للرئيس العراقي صدام حسين بالذكرى السادسة لمقتله في مشهد هز العالم، ولكن مع مرور السنوات اتضح ان صدام حسين وحده من قرأ الاحداث بواقعية وواجهها قبل ان تنفجر، ولكن لا احد وقف الى جانبه بل تآمر عنه الجميع ليكتشفوا ان ما كان يقوله هو عين الحق، وصار الكثير من الدعاة يعترفون بانهم ظلموا الرجل وانه كان على حق كما يقول لك في القضايا الكبرى، ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان يطالب بالتقارب مع الشيعة. قلت هذا حاجة ماشي مليحة يحب يدير التقارب بين المسلمين، سمعوا مليح حتى ما تراجع من بعد قال لك باسكو زعما شغل الشيعة اللي قتلوه، سمعوا مليح. يقول لك بينما كان صدام منذ فتح آية الله الخميني لإيران وزلزلته لعرش الشاه، تسمى كي طيح الشاه ما وكان يحب يقعد الشاه بالك ماشي الخميني، اسمعوا مليح. يقول لك كان وحده من حذر من المد الشيعي ووقف في حرب طويلة المدى أرجعت العراق سنوات إلى التخلف، كما كان وحده من حاول منع الولايات المتحدة من مخططاتها التوسعية بمساعدة الدول العرب العبرية، وكان أول من حذر من انحراف الدول الخليجية رغم أنه لم يقرأ موازين القوى بدقة، فدفع هو والعراق الثمن غاليا جدا. وبعد مرور السنوات ألست عن شنقه عاد الكثير من المسلمين ومنهم ثوار سوريا من الإسلاميين، ثوار سوريا الإسلاميين وليس من التابعين لأمريكا، ليسألوا عن سبب معادتهم من الرئيس العراقي الأسبق رغم أنه أدى فريضة الحج وهو على رأس العراق، ولم تكن زوجته تظهر أبدا، وكان يمنع الاختلاط ويمنع مظاهر اللطم في العراق في عاشوراء ويعاقب عنها بالحبس، فكانت زيارة كربلاء والنجف تتم صامتة معتبرا اياها شرك بالله، تسمى هو يعرف بلي شرك بالله وكذا، وكان يحقر هذاك الشعب كان يقول له ما كان كربلاء لا حتى حاجة.
اوكي دونك هاد الشروق قالك بلي صدام حسين مليح والعلماء كاع معاه والعالم عاد القرني دار عليه شعر ومدحوه وكذا. هذه باش يبروف لكم بلي تبعونا واش انا نقولوا باسكو راه معنا العلماء عاد القرني معنا. دوك عندكم فيديو تاع عاد القرني شوفوا واش يهضر عاد القرني في صدام حسين واش يقول على الشعر هذايا اللي قالك الشروق هو اللي دار الشعر هذايا. شوفوا واش يقول عاد القرني على الشعر هذا. دوك نوريكم الفيديو هاوليك عاد القرني اسمعوا مليح واش يقول عايد القرني. تعالى اخوتي القصيده المنسوبه الي انني مدحت صدام او رضيت والله ما قلت بيتا منها والذي نفسي بيدي وانا مسافر واتعالج والذي يجمعني بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما ذكرته ببيت مدح ولا مدحته وانما زور على نفس القصيده والقصيده مهلهله وضعيفه وهزيله وقيلد احد الاخوه بصوته انا هجوت صدام لما هزم في الكويت وسببته ووقفت ضده لانه دكتاتور وطاغوت وظالم وابرا الى الله نمدح الظالم اللي قتل المسلمين وقتل الأكراد بالكيماوي وذبح المؤمنين. أنا أبرأ إلى الله يوم القيامة أني ما مدحت في البيت. تسلمي فوالا خوتي راكم شفتوا بعينيكم الكذب كيفاش داير لا مانيبيلاسيون صافو دير يا خويا لو اسما طونتيان مادام بك ما تجيش تدخل في الحوارات كيما هادو باسكو ما عندكش علم وما تقراش وما عايش انسان اللي تقرا كتابات تبع لي زيفانمون وما تغلطش الغاشي كي تهضر على الشيعه ولا على باسكو انت ما تعرفش راك تشوف واش كان يقول لكم على صدام حسين. عايد القرني هذا مجرم وطاغوت وظالم وقتل المسلمين وظلمهم بالكيماوي وانا اتبرع منه الى يوم القيامه. دونك انا واش نقول لك والشيوخ يكذبوا والعالم تاع الدين هذا يكذب. قول لنا يا خويا الياس ما 31 قول لنا شكون اللي يكذب الشروق ولا العالم تاعكم السني هذاك وتقولوا حنا السنه والعلماء وكذا. اعطوني ريبونس ونشوفوا شكون اللي يكذب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازول